عاد الهدوء إلى المدن الجزائرية التي شهدت مظاهرات وأعمال شغب احتجاجا على زيادة الرسوم والضرائب في قانون الموازنة الجديد. في مدينة البويرة عاد التجار فتح محالهم التجارية بعد أيام من إغلاقها بسبب ما قالوا إنها تهديدات وصلتهم من أطراف مجهولة أجبرتهم على إغلاق متاجرهم. هكذا بدا المشهد في بعض شوارع مدينة البويرة شرق العاصمة الجزائرية، حيث ما زالت بعض المحال مغلقة بسبب خوف التجار من اعتداءات قد تطالهم، فضلا عن رفض بعضهم زيادات الرسوم التي فرضها قانون الموازنة والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري. غلقنا المحلات تاعنا باش ما نحرقوش باش ما نخربوش، غلقنا حوانتنا. الغلاء المعيشة لي زامبو زادو ما قدرنا لهاش. لكن وبعد 3 أيام من إغلاقها عاد العديد من التجار فتحها، في حين ندد اتحاد التجار في مدينة البويرة بما وصفها تهديدات مجهولة المصدر وصلت أعضاؤه وألزمتهم بالغلق وإلا تعرضوا إلى اعتداءات. انا غلقت لاخاطش كانت حاجه تهديدات، بلي بالك انت تحل يكسروا حانوتك البويرة كاع غلقا غير انت حال بالك يكسروا حانوتك زكاره. واليوم حليت والحمد لله مفتحوا كاع وما كاين والو. اضراب هذا جاء 95% بسبب تهديد ناس مجهولين ويديروا في البيانات ويمشوا ويهدوا في التجار على مستوى ولاد البويرة. وبين مرحب بالإضراب ورافض له تباينت آراء سكان المدينة. أنا ضد الغلق، أنا ماذا بيا قاعد يفتحوا يخدموا الأمة قاعد تخدم ويخلونا من المشاكل، باسكو هذه المشاكل راهم سيدي عاشوا من دول واحدة أخرين. القدرة الشرائية في الجزائر عامة انهارت، وإحنا كمواطنين جزائريين عامة أو ولاية البويرة خاصة رايحين نحتاجوا اليوم والغدوة وغير غدوة بطريقة سلمية، ورانا ضد العنف. وقد شهدت بعض المدن في البلاد موجة احتجاجات وأعمال شغب وخاصة في مدينة بجاية في أعقاب دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي برفض الإجراءات الحكومية في فرض رسوم على بعض المنتجات. هذا الحراك الاجتماعي هو مقبول في إطاره السلمي وهو يعني محمي دستوريا، لكن الإشكال الموجود هو جهل أو من تبنى هذا الإضراب أو من فعل هذا الإضراب، وهنا يبقى الإشكال المطروح واللي يجعل الأمور غير واضحة. عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية تشهد أيضاً مدينة البويرة بعد 3 أيام من غلق المتاجر، إلا أن حالة الترقب والتوجس ما زالت تطبع المشهد في المدينة. محمد جراد على الحرة، مدينة البويرة شرق الجزائر.